متواصلين معكم من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير يا كويت في تغطياتنا المصورة وأيضا لقاءاتنا الخاصة في مساحاتنا الحوارية. كنا معكم قبل شوي في معرض الصناع العالمي، اليوم اهتمامنا في برنامج مساء الخير يا كويت في موضوع تنمية وتطوير الشباب الكويتي، وأيضا هناك لقاء إن شاء الله سيجمع الزميلة مشاعل مع المتخصصين في رياضات الصيد البحرية. لك الكلمة زميلتي مشاعل. شكرا عيد. طبعا أعزائي ننتقل إلى المحطة الحوارية الثانية اللي راح تكون مع السيد علي عبد الرحمن الشرف المتخصص برياضات الصيد البحرية. اليوم الجو جو حداق، وقبل شوي كنا قاعد ندردش أنا وياك، قلت لي توني راجع ورانا يخوت ورانا طراريد. حلو الموضوع، نتكلم بداية عن التقنيات الحديثة لصيد الأسماك. يعني احنا كلنا نعرف أن الحداق خيط صح سنارة، الحين شنو التقنيات الحديثة اللي صارت؟ هو شوف، يا أول شيء أشكركم على هاللقاء الطيب. ثاني شغلة، التقنية الحين اللي تغيرت دشت علينا بالسنتين الأخيرين، طبعا كلنا ندري أنا قبل نفس ما قلتي أنت بس الخيط وأقعد أنا وكذي، الحين شوية صارت رياضة وصار فيها أكشن أكثر من أول. يعني كنا نستخدم السنارة، قبل كنا نستخدم اللي هو اليم اللي هو السمكة الصناعي الطبيعية، نعم، أو نستخدم الميرور اللي هو البلاستيك أو الخشب. الحين تطور الموضوع، قمنا نستخدم مثل الميرور اللي هو السمكة بس تكون من رصاص أو تكون من مادة ثقيلة وننزلها بالسنارة. مو البلاستيك، لا مو بلاستيك، تكون حديد أو تكون رصاص، مادة ثقيلة بحيث أنها تنزل ألوانها تجذب السمكة أكثر، تعطي اهتزاز بالماء. ليش؟ إنه مثل السمكة سبحان الله جوانبها مثل مجسات، أي حركة بالماء تلفت السمكة، فهي تي على التغير هذا. الطريقة هذه أثبتت أنها هي أصيد. يعني قبل كنا نقعد بالساعتين بالثلاث ننطر السمكة، الحين لا، على طول أنزل وبحركة معينة يسمونها الجيجينج، بالحركة المعينة هذه راح ألفت السمكة أنا وخليها تيني أسرع. فصار الصيد أفضل. زائد أنه قبل عندنا طريقة اللي هي التشخيط اللي الطراد يمشي ويسحب وراء هذا، بس ميرور وخيط. الحين لا، في شغلة اسمها بورد، البورد هذا خلاني أنا أنزل ميرور هذا إلى أعماق معينة وأوصل حق السمكة أنا في السابق ما كنت أوصل لها. زائد أنه قمنا نستخدم تكنولوجيا، قبل اللي هو الفيش فايندر، الفيش فايندر هذا يعني نركبه وما نعتمد عليه. الحين الفيش فايندر لا، يعني الصغير والكبير قام يستخدم التكنولوجيا هذه، يلحق السمكة ويعرف وين موجودة وأدري إذا هي تحتي أو تغير مكانها. وتسجل إحداثيات على هالأساس؟ يعني ما أسجل إحداثيات في أوقات معينة، أسجل إحداثياتها لأن هي السمكة تكون عابرة صح. فالحين هني مع الماية بعد شوي أنا راح ألحقها لهناك، أعتمد على الفيش فايندر اللي عندي. زائد التقنيات اللي قلت لك اللي هي الحديثه بسنتين، يعني بس في ساعات يعني الفيش فايندر ما يكون دقيق. لا، اثبت الحين انه دقيق 100%، يعني مو 99%، لا 100%. حلو. فاقدر اعرف حتى تخيلي حجم السمكه، اذا هي كانت كبيره ولا صغيره ولا متوسطه، اعرفها انا من الفيش فايندر. واشوفها بعد في اجهزه، اشوفها وهي قاعده تي وقاعده تاكل. حلو حلو حلو. طيب آلية ممارسة هذه الهواية، يعني نقدر نقول بالأدوات الحديثة اللي قاعد تتكلم عنها، لاقت رواج في الكويت والخليج العربي بشكل كبير، ويعني بأرقام ما كنا احنا نتخيلها. السنة اللي طافت واللي قبلها كنا يعني قمنا ننظم مسابقات تطوعية من الشباب بدعم من شركة المشروعات السياحية الله يجزاهم خير، سوينا مسابقات للطرق الحديثة هذه. فقامت السنة هذه السنة الثالثة، الأرقام قامت التغير بنسبة خلينا نقول 70% تزيد. 70% تزيد سنة عن سنة، يعني العام تقريبا بحدود 100 فريق 100 وشوي، اليوم نتكلم السنة هذه 175 فريق، كل فريق بمعدل 4 أشخاص. فيطلع عندك طبعا الرقم اللي والخليج كله، يعني من كل دول الخليج قاعدين الشباب يشاركون ويانا وقاعدين يشوفون. زائد انه حتى قبل عندنا الكبار بالعمر الله يعطيهم العافيه لما يشوف السناره شنو سناره يكسرها ويقعد يضحك علي. الحين قاموا يونا الكبار يقول ابي السناره، اقول له ليش؟ يقول لانه يمر علي بالطراد اشوفه ويصيد وانا ما اصيد. فقاموا ياخذون. اليوم يمكن انا نزلت خذيت لفه قاعد اشوفهم يعني حوالين الركسه ما الركسه،
يعني كل اربع طراريد تخيلي ثلاث طراريد نزلين سنانير واحد قاعد يحدد. فالارقام بدات تتغير، الناس قامت تعرف ان الطريقه هذه تجيب سمك، تجيب اكثر. احنا السمكه واحده بس شلون اصيدها؟ على الطريقه هذه. طيب يعني حدود الصيد بمثل هذه الادوات، هل يعني ممكن ان يتم اصطياد كميات كبيره من الاسماك عن طريق الطريقتين اللي ذكرتهم؟ لا، هي الطرق واحده ما راح تتغير. يعني انا في السابق انزل لي مدار او مدارين واصيد لي سمكه او سمكتين. هالمره انا قاعد انزل اللي هو الجق احنا نسميه واصيد فيه سمكه واحده. احجام معينه في يعني هذا اللي قاعد احجام قياسات هو لا قياسات من ال 10 جرام مثلا، خلينا نتكلم لل 300 جرام على حسب التيار. انا ابي يوصل الارض، اذا كان التيار سريع فيبي لي وزن ثقيل على اساس انه اوصل الارض. فهي الطريقة واحدة ما راح تغير لا أعداد ولا كميات ولا حتى أحجام. الفرق أن أنا قاعد أحسن صيدي. نعم. إحنا في يعني عندنا طريقة قبل، ليش حتقول بالمحايا اللي هو السمكة الحية غير عن السمكة الميتة؟ شنو الفرق بينهم؟ الفرق بينهم أن السمكة الحية تجيب السمكة الأفضل فتحسين الصيد. حاليا احنا قاعدين نسوي الطريقه هذه على اساس ان احنا نحسن الصيد مو على اساس نزيد الكميه. بعد عندنا الثلاث اربع سنوات اللي فاتت الشباب من هني من الكويت انطلقت عندنا حمله اسمها رده بحر. الحمله هذه توعي الشباب، كانت من الشباب عن طريق السوشيال ميديا وانتشرت بالخليج كله. لو يمكن اي موقع من مواقع السوشيال ميديا تدشين تحطين هاشتاج رده بحر راح تشوفين كم الشباب اللي لما يصيد سمكه صغيره على طول يبطلها وهي حيه يردها بحر. احنا الحين حاطين صور، يا ريت لو حضرتك تعلق هذا على الصور هذه. هذه صوره شنو؟ هذه فسكر. حلو. اي بعيد الحين انا ما اشوفها عدل. اي هذا هم نفس الطريقه، هذا بالتشخيط، هذا بالول. عن طريق التشخيط اللي هو الميرور العادي. يقولوا لك تعطينا الاحداثيات. الاحداثيات اي الحين بعد الهواء تكون وياها. انزين، وهذه الشنعده اللي هي عن طريق الجيجنج او البورد. هذه الجيج اللي هي اللي قلت لك عنها اللي انزل شيء معين، هذه سوفت مو اللي هو الرصاص البلاستيك، نفس البلاستيك. اي سوفت نسميه سوفت جيج. وهذا تشخيط نفس الطريقة هم بعد بالول. حلو. يعني هذه تحسين طريقة الصيد. ممكن نحن نطور بعد في المستقبل يعني من خلال يعني الأساليب معينة؟ أكيد في طرق جديدة سنة عن سنة قاعدة تدخل علينا. هي نفس ما قلت لك قبل كانت مجرد يعني تضيع وقت، الحين لا، هي رياضة. هواية صارت رياضة. نعم. مو بس هواية، رياضة. يعني صار فيها تحدي وفي صار فيها منافسة. منافسة ومسابقات. والناس الحين كل واحد يعرض صيده مو ككم، احنا ما نفضل طبعا الكم لكن الحجم وتحسين الصيد، هذا اللي نسعى له احنا. رياضة أكثر ما هي تنافسية بين الشباب. يعني لو تشوفين الحين لو تروحين جزيرة بيوم يكون الجو حلو مثل اليوم، تروحين جزيرة من الجزر مثلا، خلينا نقول مثلا جزيرة كبر، بس تمشي بين الطراريد راح تسمعين سوالف بين طراد هني وطراد هناك. ها فلان من وين يعرفون بعض؟ ترى عرفوا بعض من البحر، من المسابقات، من كذا. لما تصير مسابقة تعالي شوفي تنافس الشباب. اليمعة يقول لك احنا ما نبي، لا تحطوا لنا جوائز، سووا لنا مسابقة ونبي اليمعة. من يدش علينا موسم تحضر لسمكة، هذه هوايتنا. فاحنا شنو نبي؟ نبي يمعة الشباب، نبي التنافس بيننا، ما ننظر للجائزة. يعني ترى اغلب المسابقات اللي قاعد تصير يمكن مسابقة واحدة اللي فيها جائزة، ولا الباجي ترى كلها يعني مجرد شيء معنوي. الحين حزة النويبي. الحين النويبي، الشعم، الشنعد، المرتبة الأولى احنا عندنا الشنعد اللي السمكة اللي نسعى لها طبعا. الحداق يدور النويبي، يدور الشعم، الحين وقته موسمه. حلو. يعني تقريبا احنا وصلنا معك الختام. علي إذا حاب تقول كلمة أخيرة. والله شوفي نفس ما قلت لك احنا نبي نسعى الموضوع ان يكون رياضي بشكل كامل.
ونتمنى ان المسابقات هذه تتطور وتكون لها مثلا جهه ترعاها ترتب الامور هذه بشكل افضل من اللي احنا يعني تدرين مهما كان المجهود مجهود شبابي تطوعي. لما يكون في مثلا جهه تنظم الشيء هذا وتنظم الفعاليه هذه فراح يكون شيء افضل ويحتوي الشباب. وانت قاعد تشوفين ما شاء الله من قعدنا شفتيهم كم واحد ورانا دشوا وقعدنا نسولف على الموضوع. يعني الكل يوم اللي تشوفين الجو زين ما تلقين احد من الشباب كلهم بالبحر. صح صح. يوم الهواء تلقينهم ما يدرون شو يسوون يقعدون يا دواوين يا مني يا مني. فانا بالشيء احنا يكون يحتوي الشباب ان شاء الله. إن شاء الله. واحب انبه يا جماعه طبعا احنا نفس ما قلت لك رياضه في شيء اسمه تشخير في شيء اسمه جيجينج في شيء اسمه غوص. يعني الحين موسم اتمنى من الشباب انهم ينتبهون خصوصا الغواصين. اتمنى انه ما يغوص من غير ما يحط بوي على اساس انه ينبه الطراريد الثانيه اللي هي تمشي الطراد لا يجي على يعني وسعوا صدوركم والحين زحمه البحر. علي انا لازلت مصره على طريقه الخيط و أبائنا وأجدادنا للحين مش قديمة بس أنا راح تقتنعين بعد الصور. طبعا كل الشكر لك علي عبد الرحمن الشرف يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. استمتعنا باللقاء هذا بصراحة ويا بوقته يعني. الله يجزاك. إذن أعزائي أكيد راح نتواصل معكم بعد الفاصل.